أمين عنده كلوز ليبراتوار، جاه عرض من رابيد فيين، اتفقنا قعدنا معاه رغم اللي عرض مغري بالنسبة لي هو كملاعبي، خير وقدم مصلحة الجمعية على مصلحته الخاصة. بالنسبة لنا احنا فماش خروج حتى الجانفي، نكملوا البطولة الإفريقية ومن هنا الجانفي إذا كان فما عرض آخر ولا عنده عرض ولا كذا ونشوفه من مصلحته هو، مرة وش معنى. أما اليوم بالنسبة لنا احنا حتى الجانفي ما فماش خروج.